انتصار شوطنا الرابع والزميل بسام الشمري. زميل شجاع العتيبي بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ورحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المسائية المميزة بسادس أيام هذا المهرجان الكبير، المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. انطلاقة الشوط الرابع ورمز الإجداع القعدان العمانيات الأصايل الخنجر الذهبي ينطلق مع هذه النخبة من الأصايل التي تنتشر على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية باحثة عن هذا الخنجر الغالي. هذه التحديات وهذه المنافسات وهذه الأسماء الكبيرة تنطلق على بركة الله باحثة عن هذا التاريخ المشرف. نبدأ على بركة الله بعد المراكز الأولى ونبدأ مع الصدارة. يتواجد بهذه اللحظات الشامي لهجن الرئاسة بمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يتابع الشامي على المركز الأول بينما المركز الثاني أتابع القادم وهو مرحب لهجن الشحانية مع الصام الفاران بن محمد بن قريع المري، يتابع اندفاعة مرحب على المركز الثاني بينما المركز الثالث أتابع القادم هنا مياس لهجن الرئاسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المجازف يطلق لنا عنان اسمين كبيرين يتواجدا في موقع التحدي وفي موقع المنافسة، بينما المركز الرابع أتابع هنا مشكور وشعار هجن الشحانية وشبل المضاد جابر بن سالم بن فران المري، من تابع عوايد من تابع القحيدية من تابع الوعب طامعا تابعا لهذا الشعار الكبير وطامعا الشبل بالرمز الرابع في هذه الأمسية التراثية الذهبية التي تابعنا بها المنافسة والتحدي. وتابع المركز الخامس يتواجد النادر بإمبراطورية هجن العاصفة وغياث الهلالي، يتابع هذه المشاركة مع النادر الذي يتسلل من المركز الخامس إلى المركز الرابع، بينما المركز الخامس يتواجد الواعي وشعار هجن الشحانية والصام الفاران بن محمد بن قريع المري. هذه نتيجة مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى التي تسيطر على دائرة النداء والإذاعة وتنطلق في هذا التحدي الكبير وغادمة من أجل المنافسات والتحديات الكبيرة في هذا الكرنفال الكبير في هذا المهرجان المميز في أمسية ذهبية ولا أروع. تابعنا بها التحدي وتابعنا بها المنافسة وتابعنا بها النوعيات الفاخرة التي تمتلكها هذه المؤسسات العملاقة وتقدمها أجمل تقديم في هذا العالم الساحر. نعود مع البداية ونعود مع مقدمة الشوط. يتواجد الشامي لهجن الرئاسة على المركز الأول والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا الشامي على الصدارة وعلى القيادة والريادة. ما زال شعار هجن الرئاسة يفرض السيطرة على المقدمة باندفاعة الشامي وبمشاركة مياس على المركز الأول والثاني يمهدان الطريق نحو الفوز بالخير
الخنجر الذهبي بمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما هنا الشعار الأدعم يتقدم باحثا عن هذا الرمز الغالي، باحث عن السوبر هاتريك، يطلق لنا عنان الواعي على المركز الثالث، يضغط على المقدمة لكي يسير بخطى ثابتة كما سارت الأسماء السابقة. يتقدم الواعي لهج الشحانية مع الصام الفاران بن محمد بن قريع المري، يتابع الواعي على المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم مشكور لهج الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. مشكور يا الشبل على هذا الأداء الكبير، على هذا الأداء المميز الذي قدمته في هذا المساء الجميل. المركز الخامس الذي يتسلل إلى المركز الرابع يتقدم مقري يا مقري يا مقري لهجر الشحانية والصام الفاران بن محمد بن قريع المري. يتابع مقري الذي بدأ ينضم إلى دائرة التحدي وإلى كوكبة النجوم التي تتواجد في هذا التحدي الكبير. نعود مع التحدي، نعود مع البداية، نعود مع الأسماء الكبيرة، نعود مع مؤسسة هجن الرئاسة التي ما زالت تفرض السيطرة على مقدمة وعلى صدارة الشوط مع اندفاعة الشامي لهجن الرئاسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يتابع الشامي على المقدمة، ما زال ينطلق في القيادة والريادة، بينما شعار هجن الشحانية والصام الفاران بن محمد بن قريع المري يأتي باسمين عملاقين كبيرين تواجدا في هذا التحدي الكبير، وهم الواعي ومقريع المركز الثاني والثالث. المركز الرابع أحد أوراق الرابع لهجن الرئاسة، وهو مياس لهجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وبدل مشاغب بدل مشاغب بدل مشاغب بالمشاغبة والتحدي مع دخان يتقدم لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. يتابع هذا التحدي الكبير وهذه المنافسة المميزة. المركز الخامس مشكور لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هذه النتيجة مشاهدين الكرام، مستمعين الأفاضل، الكلمة الأخير الذي يفصلنا عن الناموس وعن الانتصار. هنا الواعي على المقدمة أو مقري ما زال في مقدمة هذا الشوط، تسلل وانطلق باحث مع هذا الشعار عن الخنجر الذهبي. ادخان على المركز الثاني، الواعي على المركز الثالث، مياس على المركز الرابع. معركة رباعية بين أربعة أسماء كبيرة باحثة عن الخنجر الذهبي، باحثة عن الفوز التاريخي. هجن الشحانية، هجن الرئاسة، الصامل والمجازف في معركة من أجل الناموس والانتصار. مقري على الصدارة، مياس على المركز الثاني يضغط في هذا الضغط الكبير والمتواصل لكي ينتزع الناموس. هجن الرئاسة، هجن الشحانية، الصام الفاران بن محمد بن قريه، والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. مياس يتسلل، مياس يتسلل إلى هجن الرئاسة. الواعي قادم، الواعي قادم لهجن الشحانية. الله الله، الخنجر، الخنجر الذهبي، الخنجر الذهبي بالانتظار. الواعي على الصدارة، مياس على المركز الثاني، الصامل والمجازف. يا من كان يأسرك الشك ويلفك السؤال على سؤال، ها نحن ذا نحاكي النجوم، فقد سمعنا النداء ذات مساء يقول. لذا إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. الأربعة، الأربعة والسوبر هاتريك يبغى في الشحانية. تهانينا والناموس، إنتاجي مختبر ثرب يقدم هذا العرض الكبير. تهانينا والناموس لهجر الشحانية وإلى الصامل فاران بن محمد بن قريع على فوز وتحقيقه لانطلاقة الواعي، محققا هذا الناموس. انتاجي مختبر ذرب، من قدم لنا ثقة بيوم الأمس، يقدم لنا الواعي محققا هذا الناموس والانتصار. المركز الثاني مياس لهجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث
مقري لهجة الشحانية مع عصام الفران بن محمد بن قريع. المركز الرابع غملاس لهجة الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. والمركز الخامس المركز الرابع عفوا ادخال لهجة الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الخامس غملاس لهجة الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. هكذا مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل تابعتم معنا هذه المنافسة والتحدي. ثمان دقائق 52 ثانية 22 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجة الشحانية على فوز الواعي. وإلى صام الفران بن محمد بن قريه مختبر ضرب من قدم لنا بيوم الأمس ثقة يقدم الواعي في هذا المساء المميز منتزعا الخنجر الذهبي. تهانينا والناموس المركز الثاني وصل مياس. 8 دقائق 52 ثانية 64 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجة الرئاسة والمجازف محمد بن زيتون المهيري على فوز مياس في المركز الثاني. المركز الثالث مقري لهجة الشحانية. 8 دقائق 52 ثانية 88 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجة الشحانية. وإلى الصام الفاران بن محمد بن قريع المري. تهانينا والناموس للجميع. شوطنا القادم بصوت الزميل محمد بن عايض أصوات.